الكامبين هو رسالة إنسانية، وغالبا ما تترك الأحداث الكبرى والأحداث سواء كانت طبيعية أو سياسية أو غيرها أثر كبير على الفنان، فيحاول يحاكي الأحداث اللي تصير. إحنا اليوم مرسم الغدير فنون تشكيلية، اجتمعنا حتى نسوي ورشة فنية نسلط الضوء على الزلزال اللي حدث في تركيا وسوريا بالفترة الأخيرة. رسمت هاي اللوحة اللي هي تمثل المأساة اللي صارت، مثلتها شخصين هم يعبرون عن حزنهم لما وصلوا للبيوت، يعني يردون يشوفون أهاليهم لقوا البيوت متهدمة. هنا راح نشوف أكو ناس عالقة بين السماء وبين الأرض، لا هي اللي نعرفها ماتت وصعدت للسماء، ولا هي لحد الآن هي على قيد الحياة، لا زالت تحت الأمطار.